أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حوق حساسية الرئيس الوزارة حقارسين تا محمد حسين روبلي او لصفتي لفتا قرين اسلام مركاسين الدبر جبين حوقان كسمية حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد رئيس الوزراء حكومة فدرال كي سوماري مدن محمد حسين روبلي ايا كاد لي طلابة دي مدح وينها الدولة قبلية كوفر قلبية دي وشاعي ليس كمشرحين تقولها اقل كسر اي سوماليا ايا سيدو كالسو ساريس تدورة شد اي حبنها قولها سي روبلي ايا سيوين او تاغير اللبادين ان اي معارض كاها اسلام مركاسين لغا ساري او كتير سنة حسبية دا حسن شيخي شيخ شريف شيخ احمد وغورينتي رئيس الوزراء هيا بغادية كود واقستا ليس كشان كميد اي مشرحين تاقل كسر اي لغا سو دورنا يكوفر قلبيت ايا سيدا اي او ترتمي دونان وحونا شاقي ان اي تهي تلابو هوري لوغو قادي دورشادا سيدو كالوحا او رجوان اكسان كموجيه ان دورشادا كد عيسو مغالا دا بايدبو اي كو قبصون تو جوي نبدون او هفن اسلام مركاسنا لغو كلسونان كرو وحان مدح وين اللفتا قرين ايا قدiga دورشادا كوفر قلبيت كبوغادين ايا سو ساريستا جدولك دورشادا حبنا اقل كسر ايا ليسكو دا انيغو او رجاين ايا ان دورشادو اي كو قبصون تو جوي نبدون او هفن او حلاله ايو يري روبلي رئيس الوزارة روبلي ايا دالكا كسو لابت اسلام مركاسنا همبالي او دري رئيس الوزارة ايا سيدو كالي فري مامولا دا كالي ان اي ددجيان قبشادا دورشادا قار اهان تان سو حوليستا حلبانا دا لبدا اقل اي سوماليا دينا عكال ديوان قلين تا قبشادا عدسيدا ايا شوبتان كا قدمو ينكا اي مشرحين تا قل كسره ايا لو قنديي ان ماان تا اي قبي اهان بصو شوبان مامول كا كوفر قلبيد ايا نقون دونا ميد كي لباد اي خبتا دورا شرا قل كسره كدب مامول كا جبلان او قفتي خميس دي لصو دافي سوماليا او مرحلو كالدوان كا سو مرتي دورا شرا ايا رجل وحي مريسا ميل وناكسن ما دام لقودا قل ايو قبسو ميد دورا شرا لبكوني كوي لباتن كا دينا عكال دقال ايا دوقين اسبر بر سعودا او كرد عاي كوفر تمودوك ورقا كيمان ايا قبل تمودوك ايا برتماها سوماليا ايا شيق ايا انسا كد دقال ايا دوقين اسبر بر سعودا ايا كرد عين قيبا كميدا ايا كوفر تمودوك وحانا ويرر كاني لغو بيكسري ورقاسي الشباب ورقورا لا يوكا صوبحي وزارة دامنيك قلمودوك ايا لغو فافاهيي ويررقاسي وحانا لغو شيق اي إن سيقار أهي لولا برتل ما ميسادي سلديكا أي كوحدة على شباب كليهين إن تود حيسا ديگا ندا قاي عاد إيا هريري ديري سيدو كالاق المدوك أيا شاعاكا قادي إن عيدا مدا هوان تا أي قداها او قلين سلديكا لدو قيي او أها ميدا أي كدو ما ليسان أيين كوحدة لكي حيسا دال شباب دقال إيا دوقين دنكا عيركا أهي أيا كرد عاي سلديكا لأي او كوحدة على شباب أي كلها أيين آقا او دحيا قاي عاد إيا هريري ديري إيا دا او عيدا مدا قرنكا أيا كوحدة المدوك ay haatan gudaha u galeen saldhigga ayaa lagu yiri qoraalka weerarkan dhanka cirka ah ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka fuliyaan koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha dalka oo ay howlgallo ka wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug duqeynta saakay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee deegaanada koonfurta Mudug wasaaradda amniga Galmudug war saxaafadeedkeeda kuma shaacin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkani marka laga reebo in ay cagta mariyeen saldhigii kooxda Al-Shabaab ee argagixisada ahaa xaaladda ayaa saakay aad u kacsaneyd waxaana wali dhaqaaqyo xoogan laga dareemaya qaybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Mudug iyo diyaaradaha Mareykanka ayaa u qashay in ay deegaanadaasi gabi ahaanba ka saaraan ururka argagixisada Al-Shabaab isla markaasina qof kasta oo Soomaali ah oo ka aragti duwan si toosa u dilaya qarxinaya waxba aan u reebanaynin dhinaca kale taliye xijaar oo ku baaqay in la baaro ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal xijaar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in aysan jirin cid loo diiday warqadda dambi la'aanta ahi ee musharaxiinta xildhibaanada taliyaha xijaar ayaa sheegay in aan weli la bilaabin bixinta warqadda dambi la'aanta ee loogu talagalay musharaxiinta isagoo xusay in ay weli diyaarin ku jirtay isla markaasina si siman looga bilaabi doono gobollada dalka taliye xijaar ayaa sidoo kale soo jeediyay in la baaro isla markaasina ay warqadda dambi la'aanta ahi la yimaadaan eedgada qaybta ka noqonaysa doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli howlaha doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ay ka bilowdeen deegaanada maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana la filayaa in dhowaan laga hirgeliyo magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حوض حساسية اللفتة قرين او دقال حوغان كو قاضي حسن شيخ محمود يشيخ شريف شيخ احمد كدب مركي لابا سنتر او كتير سن حسبية دا لابا داسي مدحوين كريبي ليس كمشترحين تا اقل كسر اسلام مركاسين الدقال عرص ايا بلاوضي مدحوينها مامولك كوفر قلبي دا صوماليا عبد عسيس حسن محمد اللفتة قرين او شالي سو ساري ليس كشان كميد اي مشترحين تا اقل كسر ايا بلاوي فولين تا قرشاها دورو شادا اي مدحوينها وقتيو كدعي فرماجو لفتة قرين او اوود ولي سو قد بنت ليس كمشترحين تا اقل كسر اي لغا سو دوران اي كوفر قلبي دا اي ليس كريبي لابا كميد هاي سنة ترغض اوغو عانسان اقل كسره او كلاه الياس علي حسن اي حسين شيخ محمود الياس علي حسن ايا وحا او كترسن يهي حس بيقاه ملا قارن او هقامي الشيخ شريف شيخ احمد وانا حق هيها ارمه هدي بدا اي حس بيقاسي حسين شيخ محمود او حوين سرك اه حس بيقا يو بي دي اي هقامي مدحويني هوري صومالي حسن شيخ محمود على نسيد ميديا ايا فهم سن ان قوانك الياس اي حسين لوغر ريبي ليس كمشرحين تاقل كسره او كيمد مدح تويدا صوماليا او اي كاقو انتهي ان حلي وانا دا عد او اه اي كسو بحان كوفر قلبيت كرسيغ الياس ايا وحا لو شرحي ان اي كتر تمان لابا قبلوت او كلا اه ايان آدن عبد الله ايا فرحيا نور آدن هلك كرسيغ حسين شيخ محمود لو شرحي وزير الدولة ارمها قدا صوماليا آدن عبد ناصر محمد ايا محمد حسن آدن لفتا قران ايا سميي ان كرسيغ الياس علي حسن او كسو جيدا بيشا ايلاي او او وريجيو بيشا حرين اي او كسو جيدا لفتا قرين لانا فيلايو اني كو قوليسا تو ايان آدن عبد الله ما داما لفتا قرين او وطو كورسيقا حسين شيخ محمود او كسو جيدا بيشا حدامو ايا ولي دحيالا اسلا بيشا حدامو او اي كسو ودي جيدان آدن عبد ناصر محمد ايا محمد حسن آدن سنتر حسين شيخ محمود ايا شيغي ان سبب لآن لوغر ريبي ليسك وحا اونا انتاسي راعي انو فيليو انو اير صدي موقف كيسي دل لسد اها لفت قرين ايا سيدو كلا لفيليا ان شانت كرسي اي كلا اي هرسن اي مشرحين تلغا سوغيو او كريبو عيد كستا او لو اركيو ان اي سن داعد اهين اما انو قندون ان مدحوينا وقتيو كدعي محمد عبد الله فرماجو سيدا اي هوري او شاعيسي علان سيدا ميديا حلبانا دا كوفر قلبيد بيلاها شاناد بنا ديريغا اي دير ايا وحا ما ملكو دا سيب بوح دا قعان توقو هيا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو arintan ah in siyaasiyiin talaga hor istaago tartan waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa guud ahaan geedi socodka doorashada iyo hufnaanta la rajaynayo si kastaba lafta gareen ma bilaabin arintani waxaana kaga horeeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo liiska ka reebay laba xilibaan oo hadda ka tirsan aqalka sare kuwaas oo ka aragtay duwana madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo senator Axmed Haashim Maxamuud iyo senator Faadumo Xasan Aadan oo deegaan doorashadoodu tahay Jubaland ayaa waayay كراس دودا كدب مركي لغا ساري ليسكي او سو قد بي احمد مدوبي كرسيغا او افرتي سنة لسو دافاي كفردية احمد حاشم محمود ايا وحاكو قوليستي الياس بدل قبوسي او كاد كاري محمد احمد سيد ايا شرمارك محمد عبدي او لطرتمي سيكا سباها اهاتي لفتا قرين ايا امين كدك تديق او دري حسا شيخ محمود سيخ شريف شيخ احمد اسلامر كاسين مالمه لسو دافاي ساحيب هو سلا اها ادنا او دوا iminka sanataradi labadaasi madaxweyne ayuu iminka dhagta dhiiga u daray kana reebay tartankii aqalka sare dhinaca kale madaxweynaha mudduxileedkiisa dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabada tababar loogu soo xirayay dufcadii saddexaad ee layli saraakiil iyo dufcadii afaraad ee layli saraakiil xigeen ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka qalin jibiyay dugsiga tababarka ciidamada ee turkisom farmaajo ayaa abaalmarin guddoonsiiyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada galay kaalmaha hore waxaana uu tilmaamay in saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ka qalin jibiyay looga baahan yahay in ay hormuud u noqdaan doorashada qaranka dhismaha ciidamada qalabka sida safka horena ka galaan dagaalka looga xureynayo dalka argagixisada dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go'an dib u dhiska ciidamada qaranka qalabeyntooda iyo tayeyntooda si dib loogu soo celiyo cududda iyo tayada ay ku tilmaaman yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayuu yiri farmaajo waxa uu xusay in dowladda ay ku guuleysatay barnaamijka tababarka iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka iyada oo dugsiyada tababarka ee gudaha dalkeena lagu leylinayo saraakiil iyo saraakiil xigeeno hanaan kara tayeynta iyo hogaaminta ciidamada qaranka sida dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Hirshabeelle ayaa beeniyey inuu jiro khilaaf xoog leh oo ka dhex qarxay xubnaha guddiga kadib markii si weyn baraha bulshada looga baahiyey warar sheegaya inuu khilaaf xoogan ka dhex qarxay guddigaasi waxay sheegeen in guddiga uu howlihiisa wato sidii caadiga ahayd isla markaasina uu jirin madmad uu soo kala dhex galay isla markaasina ay wararkaasi yihiin kuwa sal iyo raadba lahayn oo been ahi guddoonka iyo guud ahaan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowladda Hirshabeelle waxay caddaynayaan in warkaasi yahay mid aan sal iyo raadba lahayn oo looga dan leeyahay
in lagu marin habaabiyo shacabka Soomaaliyeed ee sugaya hirgelinta doorashadii madaxda dalka ku heshiiyeen ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay gudigaasi sidoo kale waxa uu gudiga waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu leeyahay xogheyn iyo gudi hoosaadyo balse sida ugu dhaqsaha badan la soo dhisi doono dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka